اهلا بحضراتكم مره تانية في البيت الكبير، الفقره الحواريه الاولى مع اثنين من النقاد الرياضيين الكبار على المستوى الفني، ودايما بيكون سعداء ان هم موجودين معانا هنا في البيت الكبير. الاستاذ محمد القوسي، مساء الخير يا استاذ محمد. يا كابتن اهلا بيك. مبروك. احنا بنعيش ايام النصر الكبرى الحقيقه. صحيح وسعيد طبعا موجود مع ربنا يخليك استاذ كبير وكابتن. طبعا الاستاذ محمود صبري، الله يخليك، رحب بيك في البيت الكبير. مبروك ان شاء الله، يعني دايما النادي الاهلي منور باذن الله تعالى. كان اسبوعين غبنا عن البيت الكبير، لكن كانوا اسبوعين اعتقد يعني كل جماهير النادي الاهلي، مش جماهير النادي الاهلي بس، الجماهير المصريه وعلى المستوى الافريقي كانوا فخورين باداء النادي الاهلي وحصوله على البرونزية التاريخية للمرة الثانية في تاريخه. أستاذ محمد، طبعا أنا أقول الحمد لله على السلامة، عودة البيت الكبير بعد فترة، بعد ما الأهلي عاش مرحلة العالمية. صحيح، الأيام العادة دي كانت كلها أيام عالمية، كانت أيام مختلفة تماما، تجاوزت نقاط النطاق المحلية، وكنت في منطقة تانية وحتة تانية بعيد عن أي حد، يعني في منطقة بعيدة جدا. كانت بطولة مهمة جدا للنادي الأهلي، كان معترك كروي كبير جدا، احتكيت بمدارس كروية كبيرة، مدارس كروية عظيمة، كل المدارس احتكيت بها، المدرسة الإسيوية، المدرسة اللاتينية، المدرسة الأوروبية. أعتقد أن بجوار أن النادي الأهلي عاد محملا بالميداليات البرونزية وبالجائزة المالية الكبيرة، عاد محملا بكم كبير جدا من الخبرات، بكم كبير جدا من التقدير الادبي على مستوى العالم، لما صحف البرازيل تكتب عنك، صحف امريكا اللاتينيه، لما صحف الالمانيه تكتب عنك وتتكلم عنك بشكل ايجابي، لما رئيس الفيفا يتكلم عنك، لما الـ يكون الهاله دي موجوده بالنسبه لك، لما قميصك يدخل متحف الفيفا، مكاسب كبيره جدا عاد منها الاهلي، كنت هنتكلم عنها بالتفصيل. مبروك للنادي الاهلي، مبروك لجمهور النادي الاهلي. عايز اوجه في البدايه قوي تحيه لجمهور النادي الاهلي في قطر، هذا الجمهور الكبير المحترم اللي دايما بيخلي النادي الاهلي يشعر انه دايما في بيته النادي الاهلي، يعني الحقيقه يعني ناس محترمه جدا وحاجه عظيمه. يعني استاذ محمود، تابعت ازاي الاسبوعين دول؟ انا باخد من الكلام الاستاذ محمد وبقول له انه رئيس الاتحاد الدولي نفسه قال انه جمهور الاهلي ادى للبطوله طعم وادى لها شكل وريحه المدرجات. ناس خلي بالك يعني وصل عندها مرحله نفس الجمهور يرجع، لانه الجمهور هو روح الكوره وروح الملعب بامانه شديده. اللي حصل من جمهور الاهلي والاهتمام والتفكير رغم الظروف والاجراءات، ولو كان الحضور كامل كنت اشوف الاستاد ما فيش مكان طبعا. لكن عاوز اقول لك الاهلي في الدوحه يعني عوده بعد 7 سنوات، المكاسب مش البرونزيه فقط، اعتقد ان هناك جمله من المكاسب مهمه جدا، ليس على الصعيد الادبي ولكن على الصعيد المعنوي. كونك تحصل على بطوله، تحصل على ميداليه لهذا الجيل اللي لسه الخبرات بتاعته ما وصلتش ليه الاجيال السابقه، انها راحت 3-4 مرات مع بعض اول مره، في عندك دفعه معنويه كبيره جدا، في عندك مسافه الدفع ممكن تبقى 10-15 متر للثقه لكثير من اللاعبين كانت ممكن فقدها في الفتره اللي فاتت، انك تلقى نفسك ناس بتلعب بلاي ستيشن معاه وفي الاخر تفاجئ نفسك بتلعب معاه واقف قدامه بتكلمه، لا برضه لا نقله مهمه جدا. اتمنى انه الاهلي بعد المشاركه دي يحط نقطه كده في الاسطوب ويبدا بقى خطوه لدراسه الايجابيات والسلبيات في مشاركه كاس العالم لهذه المرحله بعد 17 بطوله. لازم الاهلي يكون تفكيره لمرحله مش الفوز فقط ببطوله افريقيا، هو الحاز يتحول الامر لهذا الكيان الكبير والشعبيه الجارفه والامكانيات الكبيره، ان يكون له حلم اكبر بالوصول الى منصه التتويج الاولى. هذا ليس ببعيد، مزيد من العمل، مزيد من الاخلاص، مزيد من البحث، مزيد من علاج السلبيات، مزيد من تقارير، لابد ان يكون هناك تقارير تم رصدها وتحليلها وتكون على مدار الفتره اللي فاتت من خلال المدير الفني ومجموعه العمل ولجنه التخطيط واداره النادي. كل الهدف انك انت بتتعلم من الدرس، انك انت الروح رجعت لك، انك انت عرفت طريق المنصه مره ثانيه بعد غياب فتره. مزبوط. واستغلال عندك بطوله افريقيا ستنطلق، الهدف والطموح هيكون اكبر، اعتقد ان المكاسب اكبر من 2.5 مليون دولار اللي خدوا النادي الاهلي او الميداليه. اعتقد انه الكابتن محمود الخطيب هيكون في حساباته اللي شاف واتفرج بعين ثانيه غير اللي اتفرج بها الجمهور، حدث مهم جدا انك تبقى حاضر وسط هذه الكوكبه من الكبار، ثالث مونديال العالم، شيء كويس جدا، خطوه على طريق ما هو افضل وهو قادم بالنسبه للنادي الاهلي. هاخد من كلام استاذ محمود وهنقل لجزئيه الخبرات. استاذ محمود اتكلم على جيل اعتقد ما كانش فيه غير اعتقد غير وليد سليمان كان هو المتواجد الحاصل على او شارك في بطوله كاس العالم للانديه، لكن على مستوى الطموحات جيل اول مره بيوصل، الجزء الثاني وكان سعد سمير كمان متواجد من خلال حتى موسيماني بعد الحصول على البرونزيه قال
ان احنا ان شاء الله متواجدين السنة الجاية بطموحات جديدة، بطموحات جديدة، لان خلاص اعتقد سقف طموحات جماهير النادي الاهلي نفسها انك حصلت على البرونزية، ان شاء الله ربنا يوفقنا في المشوار الاصعب هو البطولة الافريقية، ويكون ليه حسابات وطموحات جديدة في كاس العالم للأندية يا استاذ محمد. بالطبع لابد ان تكون لك حساباتك، لك اهدافك، لك طموحاتك. انت خدت خبرات كبيره جدا من البطوله اللي انت لعبت فيها دي. زي ما قلنا المدارس اللي انت لعبت معاها مدارس تقيله جدا في كره القدم. يعني اذا كنا بنتكلم عن الدحيل، البعض قال لك ان هو بطل قطر وصل بطل اسيا، هو كسب بطل اسيا 3، تغلب على بطل قاره اسيا، فاعتقد هو من الفرق التقيله جدا. فاحتكيت بالمدرسه دي، استفدت منها ولعبت واديت بشكل قوي وشكل مميز، وليت حق انتظار. المدرسه الاوروبيه مدرسه بايرن ميونخ، واجهت فريق عملاق، يعني هتواجه مين اصعب من كده؟ انت واجهت الوحش الاسد. اعرف منكم انتوا الاثنين ردود افعالكم ايه على يعني على ما يعني ما اثير على السوشيال ميديا من بعد، خاصه بعد مباراه البايرن، يعني ردود افعالكم كانت ايه وتعليقاتكم كانت ايه؟ لا يعني طبعا المباراه كانت صعبه جدا، صعبه علينا وصعبه على النادي الاهلي، لكن لعيبه النادي الاهلي كانوا رجالا ولعبوا وقاتلوا. طبعا احنا لا نقبل الهزيمه من اي حد في العالم، لا نقبل الهزيمه على 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 الفريق على الاطلاق، يعني ما حدش يشيد بالهزيمه ايا كانت يعني. أيه. ومهما كان المنافس يعني، لكن انت قدرت تلعب وتأدي بشكل قوي وشكل مميز بالرغم من الفوارق الكبيره جدا بينك وبين المنافس. يعني انا اعتقد ان هناك البعض كان ينتظر هزيمه الاهلي بنتيجه كبيره جدا بحقيقة. فبالتالي لما الاهلي يعني البايرن ميونخ يعني لم يتمكن الا من تسجيل هدفين في النادي الاهلي، فدي كانت صدمه بالنسبه لهم. فالبعض يعني قعد يقطع في النادي الاهلي وقعد يتكلم عن الفارق الكبيره جدا، ما احنا عارفين ان في فارق بين الكره المصريه وبين الكره الاوروبيه وبين النادي الاهلي وبين البايرن ميونخ اللي عنده كل لاعب في مركزه هو الافضل تقريبا على مستوى العالم. يعني فريق يهزم فريق بحجم برشلونه، كل الناس عارفه الثمانيه اثنين والسبعات والثلاثات والاربعات، والالمان لا يرحمون، وحضرتك طبعا من الاكثر علما بالكره الالمانيه، حتى في الودي ممكن يجيبوا 11 جون و12 جون مفيش مشكله. انا عايزين يجاملوا الاهلي. كانوا بيجاملوا الاهلي، بيجاملوا ابن خالتهم الاهلي مثلا يعني في المباراه، يعني عشان واحد يقول لك ايه اصل ده هم لو داسوا على الاهلي كمان كانوا جابوا. لا هم ما داسوا، ده الموضوع يعني موضوع مباراه رسميه. خلي بالك من ردود افعال حتى فليك، هانز فليك المدير الفني للبايرن، تشوف ردود افعاله قبل المباراه اثناء المباراه، لا ده مش جاي يهزر يعني، الموضوع مش جاي يهزر. وكان على فكره على المستوى التدريبي احنا نحس كمان ان هو كان في نوع من انواع التوتر شويه بعد ما البايرن جاب الجون الثاني، تحس انه بقى ريلاكس اكتر خلاص. فالكره الالمانيه عامه، وانا عشت في المانيا، ما عندهمش، انا بقول لك هناك في كاس العالم كسبوا البرازيل 7-1 يعني، هم كان يتوقع يعني 7-1 7-1 وبيلعبوا في البرازيل. انا بقول لك يعني الكلام ده دي المدرسه الالمانيه يعني سحرت الكوره اللي علموا ان عالم الكوره المتعه والروعه يتغلبوا 7-1 على ملعبهم. يعني انت في البرازيل تغلب 7-1 من ده 7-1 مع ده الشوط الثاني ما لعب منتخب المانيا كان بي يعني زي ما تقول ايه تعاطف مع المشهد طبعا على مستوى يعني الانديه. لا يعني عاوز اقول لك المشهد كان يعني كان مربك على فكره حتى للبرازيل نفسهم مش مصدقين. هي بس الجزء كمان عشان الناس يعني بتقول يعني احنا كجماهير اهلاويه وبتحب النادي الاهلي كنا متضايقين شويه من التوتر والخوف الزياده، بس طبعا هي دي النقطه اللي وده طبيعي اللي تحسب على الفريق. انت بتتكلم على مجموعه من اللاعبين اول مره يلعبوا في بطوله عالم، فالاثنين اللي كانوا موجودين بيتكلم عنهم وليد سليمان وسعد سمير كانوا بره الملعب. يعني لو عندك 3-4 لعيبه، احنا لو افتكرنا شفنا النادي الاهلي لما راح في 2005 ما قدرش يحقق اي نتائج خالص. مظبوط. لما راح تاني اليابان في 2006 بقى عندهم خبرات وبقى ثقه واجواء وبتاع، وقدر يلعب ويقدر يحقق برونزيه يعني. فانت لما بتبقى موجود مع الناس دي هتاخد شكل. انا اعتقد ان احنا لو النادي الاهلي لعب مع بايرن ميونخ تاني او اي فرقه تاني اعتقد ان المشهد هيبقى مختلف. اعتقد غير كده ان الفرقه دي فرقه صعبه جدا يا كابتن، فرقه صعبه يعني، الكره بتاعتهم صعبه الحقيقه يعني، كره مميزه على مستوى العالم، الاستحواذ، اللعب، الامكانيات، التحرك بدون كوره، حاجات كتيره جدا احنا محتاجينها يعني. وزي ما قال الاستاذ صبري يعني محتاجين نستفيد من ده ونتعلم من ده. اعتقد ان اللي لعب مع بايرن ميونخ يقدر يلعب كره افضل في المستقبل، يقدر يؤدي بشكل افضل، يديك طموح اكبر، يدي اداره النادي الاهلي المسؤول عن تخطيط لكره القدم افكار ومجالات اوسع وارحب، انك تخطط يعني لاهداف ليك عاليه. انت خلاص يعني طبعا عندنا الدوري المحلي وعندنا افريقيا، بس احنا بنفكر في منطقه ثانيه وفي مرحله ثانيه، دي مكاسب كتيره جدا هتطلع منها من هذه المباراه، مش مجرد انك خسرت مباراه ولا الامور. طب هناخد من كلامك ونرجع للاستاذ محمود المكاسب، يعني اتكلمنا على الجوانب الفنيه وان الاهلي ادى في يعني مباراه البايرن شوط وشوط على المستوى البطوله كلها ادى اداء رائع، برونزيه تاريخيه.
المكاسب بقى نطلع او نستثمر هذا الانجاز التاريخي ازاي يا استاذ محمود؟ لا بص حضرتك يعني هاخد من كلام الاستاذ محمود ده افراز الدوري المحلي اللي حصل قدام البايرن ده افراز الدوري المحلي وبطوله افريقيا هو ده يعني هو ده المستوى صحيح لكن انت محتاج تتعلم من انك تطور نفسك وتروح في حته ثانيه ده شغل بقى مختلف ثاني وانت عارف كده حضرتك يعني تاخد تجربه احتراف وعارف الوضع الناس دي بتقضي اليوم كله في النادي شغل وتعديل السلوك وشغل على السلبيات بتتعالج انت النهارده الوضع محتاج فعلا نقله انه الاهلي وده بنتكلم عليها من فتره الاهلي المفروض يروح في حته ثانيه في حته ثانيه انك انت تدور على الافضل شخصيه الكواليتي بتاع اللاعب محتاج يرجع زي ما كان دايما الاهلي كان بيختار اللاعب الدولي بيختار اللاعب الدولي في صوب فني لاعب دولي سواء منتخب اولمبي منتخب اول بدور على المهاجم ليه مواصفات في شغل الوضع دلوقتي الامور ما بقتش سهله زي ما انت شايف لكن انت محتاج يبقى في مجموعه عمل يا كابتن النادي الاهلي يعمل يعني النادي الاهلي يعمل ايه خلينا نتكلم لا يعني لا ايه لا انت لازم تروح في الجزئيه انك انت مساله التركيز قوي على البحث عن المواهب ودي تاخد اهتمام ان انا في قطاعات الناشئين مش عاوز بطولات بقدر ان انت لما تطلع لي نجم لاعب ولا اتنين يبقى له مستقبل بس خلينا اتكلم معاك يا استاذ محمود في النقطه ديت هو الفروق المستويات بس ده الكره المصريه والكره العربيه مقارنه بالكره الاوروبيه ده في فرق خلينا نتكلم لو النادي الاهلي حتى مستوى بطوله الدوري زي ما حضرتك بتقول ده فرز بطوله الدوري والريتم النادي الاهلي خلي بالك عشان من الحاجات اللي ضايقت النادي الاهلي او النادي الاهلي ما ظهرش بالمستوى المطلوب خاصه من مباراه البايرن ان لاعب فرقه الريتم بتاعها مختلف الضغط العالي النادي الاهلي حتى على مستوى الانديه في مصر في الدوري او حتى على مستوى الشامبيونز ليج الافريقي في خلال حتى مباراه الوداد مفيش فرقه بتعمل هذا الضغط العالي وهذا التكتيك اللي بيقوم به البايرن فدي فوارق ما بين الكره المصريه مش النادي الاهلي والكره الاوروبيه لا الكره ما انت فرق زي منتخب لما راح كاس العالم عملنا ايه قدام ثلاث ماتشات اللي لعبناهم مع روسيا المنظم مع اوروجواي ومع منتخب السعودي الشقيق خسرتهم طب خلينا انا بكلمك خسرت الثلاثه صحيح طيب بعد ما خسرت الثلاثه في 2018 والنهارده احنا في 2021 هل اتحاد الكره وكلامنا انا اتكلمت مع حضرتك في اكتر من حاله قلنا الوضع ما فيش تطوير ما فيش بحث صح. عن تطوير ثانيا النقله مهمه جدا انت المفروض في حته انا شايف الاهلي في حته المفروض يروح في حته ثانيه يعني المفروض يشتغل على نفسه قوي بعد التجربه دي ما تعديش كده واللي حصل ده ما يخليكش كده تحبط لا انت محتاج مزيد من الشغل محتاج انا يعني مش يعني دي سياسه وفي اداره فنيه يعني انا حابب ان لعيب نادي يقضي اليوم كله في النادي يعني يبقى موجود من الصبح شغلانتك انت محترم مالكش في وظيفه ثانيه يا كابتن هاني لا طبعا مفيش وظيفه لا طبعا تانية. بس خلينا الالمان لما جم الاهلي الاثنين وانا راي كنت متابع سواء من هولمان او حتى تسوبل كان اغلب الفرقه موجوده من الصبح وكان التدريب ممكن يبقى الساعه 3 شفت لعيبه بتيجي لها المدرب يقعد يمر معاها ساعه واثنين ها وقلت الكلام ده اكتر مره وفي تجربه من فيليكس لما الاهلي جابه متعاقد معاه من غير كان بيقعد يقع مش عارف طب انا عايز اناقش حضرتك في النقطه دي هي مش تاثير من النادي الاهلي او مستوى التدريب او مستوى المدربين او انا بتكلم ده بينتقل لمستوى الكره المصريه كعامه يعني اعتقد لو الفاليو بتاع الدوري المصري اقوى على مستوى اعلى من لاعبين محترفين على مستوى اعلى مباريات على مستوى اعلى بتتكلم على طرق لعب واساليب لعب على مستوى اعلى كان ممكن النادي الاهلي يظهر بمستوى خاصه الشوط الاولاني بمستوى افضل شويه لكن خلينا نتكلم عن النادي الاهلي وده اللي قاله موسيماني قال باللفظ كده احنا ان شاء الله هنيجي السنه اللي جايه وطموحاتنا هتكون اعلى من البرونزيه استاذ محمد القوسي من الافكار المطروحه ان طبعا النادي الاهلي بقى نادي عالمي يعني كل الانديه العالم عارفه النادي الاهلي وشعار النادي الاهلي هل النادي الاهلي ممكن يستغل القصه ديت في انه يحدد بشكل مستمر مباراه سنويه مع بطل من ابطال اوروبا او نادي كبير زي برشلونه ريال مدريد البايرن ليفربول على اولا على المستوى التسويقي وارد جدا ومحتمل لان الفاليو النادي الاهلي وشعار النادي الاهلي يقدر يعمل كده على المستوى الفني انك تبدا تقرب بهذه المباريات خطوه خطوه
على المستوى الاوروبي او المستوى العالمي. طبعا 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 ده كلام مهم جدا، ودي خطوه مهمه جدا عشان على الاقل تبدا في كسر الحاجز النفسي بينك وبينهم. انت لما تلعب معاهم مره واثنين وثلاثه وعشرة من كل سنه، تلعب مع المدرسه الالمانيه، تلعب مع المدرسه الانجليزيه، مع المدرسه الاسبانيه، مع برشلونه، مع ريال مدريد، مع ليفربول، كل ده هيقربك ويقويك ويخلي عندك الجراءه والشجاعه انك انت تقدر تواجه وتلعب. فده مهم جدا، يا ريت يا ريت ده. وكان ده كان موجود اعتقد يعني زمان في الكره المصريه، كانت دايما بتبقى اعياد سواء على المنتخبات الكبيره، وكانوا بيجوا فول تيم سواء على المنتخبات الكبيره او على الانديه. قبل كده جه بايرن ميونخ هو بطل اوروبا في سنه 74 تقريبا، وبعد ريال مدريد جه اكتر من مره، وبرشلونه وانديه كتيره جدا من الانديه الانجليزيه. فده مهم جدا لينا وللكره المصريه لان احنا نستفيد، لاعبتنا يكون عندها جراءه وتواجه الناس دي وتلعب. شفنا لو تفتكروا ماتش ريال مدريد اللي هو كان مع اول مباراه لمانويل جوزيه استاذ صبري، والاهلي لعب مباراه كبيره جدا في المباراه دي، وحتى لما الاهلي كسب قال لك لا ده التانيين كانوا بيعرجوا. ودايما المشكله ان احنا عندنا هنا ان احنا بنقلل من نفسنا، ان احنا دايما عندنا نوع من جلد الذات، ان احنا دايما لو كسبنا يبقى التانيين ضعاف، لو خسرنا ده مستوانا وده وضعنا وده قيمتنا. لا، لازم تيجي ناس ونلعب معاها وتيجي تجارب كبيره جدا من الكره والمدارس الكرويه المختلفه علشان نستفيد منها ونتعلم منها. اعتقد ان لو هذه الخطوه تمت بشكل منظم وده يتم تحديده، يعني انا هعمل ده على مدار 10 سنين. لسه بقول لحضرتك، لان خلي بالك دلوقتي المسابقات بقت كتيره جدا والارتباطات على مستوى الانديه كبيره جدا، فلازم من بدري تحدد، من بدري تبقى عمليه محدده ومحسومه يعني. بالظبط بالظبط. حتى لو ما كانش مع الانديه الكبيره، حتى لو ما كانش مع بايرن ميونخ وريال مدريد، طبعا دي بتطلب مبالغ كبيره جدا. ممكن تبقى الانديه الثانيه بالاحتكاك معاها واللعب معاها بيعلم. دلوقتي النادي الاهلي حتى على مستوى السبونسر مش يعني مش هيدفع فلوس كتير. النادي الاهلي باسمه دلوقتي ممكن سبونسر يدفع للنادي الاهلي ويدفع لنادي مثلا روما او يوفنتوس ويعملوا مباراه كبيره. الاهلي لعب مباراه كبيره جدا مع بايرن ميونخ في الدوحه في 2012. مظبوط. او حتى لو هتروح تلعب معاهم هناك يا كابتن هاني طبعا وتروح تلعب يعني انت في الفتره اللي هو متاح يلعب فيها ماتشات وديه ممكن انت تروح هناك وتلعب، يبقى ما تتحطش في الاجنده يعني. عاوز بص، دي من الجزئيات اللي كسرت الحاجز النفسي يا كابتن هاني، يعني دي من جزئيات العلة الجيل السابق. ها الجيل السابق استفاد، ودرجة انك انت لعبت مع البرازيل مباراة العمر 4-3 وكنت مبسوط، ولولا يعني الفار ما كانش ممكن ضربة الجزاء تتشاف زي الحكم وهي عدت، وبعد كده رجعوا له ضربة واتحظوا خير واتغلبت 4-3. لعبت مباراة العمر قدام منتخب ايطاليا، كسبت الثقة وعندك كسبت ايطاليا 1-0 ماشي. فانا عاوز اقول لك ده الكلام ده كان ايه بقى؟ نتيجة توالي الاحتكاك بالمدارس، ولعبت مع البرتغال ولعبت مع اسبانيا، كل ده تدريجيا بيخفف المخاوف والرهبه وخليك تاخد ثقه في نفسك وتقف. اللي حصل في الماتش الناس اللي سخروا من الاهلي يفوز، طبعا صعب كان الاهلي يفوز في الظروف الوضع ده عشان يبقى الناس تبقى منطقيه، لكن الناس اتضايقت. الاهلاويه اللي انت شفتهم متابعين الماتش ده كان نفسهم الاهلي ايه يعمل نقله، بس نفسهم الاهلي يتغلب 6-7 يعني. يبقى الناس كان نفسها كده فعلا يعني. انت قفلت دفاعيا 10-10، لكن نفسك تعمل النقله اللي توديك الناحيه الثانيه، دي ما حصلتش لانه برضو الناس برضو ما عذرتش المجموعه دي انها لاول مره تاخد بطوله افريقيا، تروح في حدث زي ده فجاه يلاقي نفسه بيلعب قدام يعني تيم كبير جدا. اي حد بيلعب قدام مباراه مفتوحه مش هيشيل 6 بس، هيشيل 12. ها انا في رايي بنلعب مع البلاي ستيشن. هو انا والله لسه قايلها حتى في الانترو، انا في اعتقادي الشخصي من جواهم كان كل واحد من اللي بينتقد النادي الاهلي او ينتمي لنادي كان نفسه هو اللي يكون في المكان ده، كان نفسه ناديه اللي هو يكون في كاس العالم، كان نفسه ناديه هو اللي بيلعب البايرن، كان نفسه ناديه هو اللي بياخد الميداليه البرونزيه. فده نوع من انواع يعني، خلينا نتكلم، مش هقول كلمه وحشه حقد او لا، انا بتكلم على انه النادي الاهلي بقى في حته تانية خالص، والناس بتبص له يعني ما شاء الله وتبص لفوق، ده النادي الاهلي. فعشان نطلع من الجزئيه ديت، في كمان مكاسب غير المكاسب زي ما حضرتك قلت، الخبرات بدات تزيد شويه. طبعا هيكسر حاجز. انت عارف انت حضرتك لو الاهلي نظم يعني رتب من دلوقتي يعني السبونسر بتاعه ورتب له على مدار الفتره اللي فاتت في الظروف دي اللي بعد 3-4-5 شهور، بعد مثلا عمل له مباراه واثنين مثلا مع انديه كبيره مثلا في المانيا، في ايطاليا، في انجلترا، هيبقى الكلام ده متاح. عارف الكلام مختلف. ده انت عارف الحاجات دي، هيبقى الوضع ايه؟ هتلقى تيم رايح في حته ثانيه، هتلقى الوضع مختلف. وانا بقول لك الدفعه دي هيبقى هتشوف اثرها على بعض اللعيبه في المواجهات اللي هتبدا مع مباراه المريخ السوداني ان شاء الله يوم الثلاث. في حاجات يعني ايه لازم تيجي من الممارسه.
الخبرات مش هتيجي وانت قاعد تتفرج. مظبوط. لازم تغلط وتروح وتغلط وتتعلم وتحفظ وتفهم، ومعاك مدير فني ما دام يصحح لك، ومتابعه وواقفه وهنا وهنا. الاداء ما الناس اللي المنتخب مصر لما سيطر على الكره في افريقيا 2006 2008 و2010 ما جاش الكلام ده من فراغ، نتيجه توالي كل المواجهات مع وجود مجموعه من اللعيبه المهره اللي توفروا في الوقت ده، مع وجود الاهلي سيطر على افريقيا بصوره كبيره جدا وكاس العالم، مع وجود بعض العناصر كانت محترف والموجوده حاليا، ادى كوكتيل جاهز للمنتخب. اتفضل قدم اللي انت عايزه. انا بتفق معاك، لان لو قارنا يعني بطوله 2006 هتشوف على المستوى الفني يمكن اقل من 2008 و2010. لا مستوى تاني خالص. الثقه اللي خدتها اللعيبه في 2006 طبعا اعتقد استمرت ل 2008 و2010. طب على المستوى الاستثماري عايزين انا عايز اتكلم على جزئيه اللي هو الكسر الحاجز النفسي، ويمكن في تجربه حضرتك عشتها كابتن في سنه 90 مع كابتن محمود الجور عليه رحمه الله لما تاهلنا لكاس العالم. صحيح. اعتقد انه عمل كميه من المباريات، لعبته عدد كبير جدا. اتلغى الدوري ولعب اتلغى الدوري. اقول لك لعبنا مين؟ لعبته. قول علشان ده عمل معاك ايه؟ لعبنا المانيا الشرقيه. اهو. كانت من افضل الفرق على مستوى العالم، لعبناها هناك في المانيا. هناك. لعبنا فرق التشيك. تمام. كانت فرقه قويه جدا وكسبناها 1-0 بهدف الكاس. لعبنا منتخب رومانيا وكان في الاساطير مبارياتين. رحنا لعبنا اسكتلندا في اسكتلندا، منتخب اسكتلندا كسبنا 3-2. لعبنا يعني لعبنا منتخبات الفكرة على المستوى. ده دخلك ازاي؟ دخلك لماتش هولندا ايه؟ دخلنا توتر 5 دقايق ودخلنا على طول الجيم. خلاص ما انت بتلعب، لعبت مع الناس دي كلها، واجهت عدد حتى بعض لعيبه هولندا واجهتهم طبعا، الناس بنفس الشكل بنفس الكيفيه بنفس الاداء بنفس فكابتن جوهر اشتغل على ده من سنه 90 دلوقتي في 2021. اعتقد ان النادي الاهلي لو اشتغل على الجزئيه دي، والاهلي ليه اسلوبه ليه طريقته ليه مدرسته الخاصه، يقدر يعني يدخل بالاهلي في عمق العالميه مستقبلا. يعني طيب على مستوى المؤسسي زي ما بنتكلم عامه، بنتكلم ان الكوره بقت شركه او استثمار. على مستوى الاستثماري حتى النادي الاهلي بدايه من حصوله على البطوله الافريقيه ووجوده في كاس العالم للانديه، اعتقد كمان الميزانيه دخل فيها اكتر من 80-90 مليون جنيه، فدوت كمان مكاسب غير المكاسب الماديه وعلى مستوى التسويق، لكن كمان على مستوى الفلوس في فلوس كتيره ما شاء الله النادي الاهلي يقدر يستفيد منها بشكل اكتر من رائع. لا طبعا انت عندك مساله التسويق دي فيها مجال، انك انت بتروح الاماكن دي كمان بيع التيشيرت بتاع النادي الاهلي ده في حد ذاته، وانت شفت بره يمكن لو الاجواء طبيعيه كنت هتبقى يبقى شيء كبير جدا. مزبوط. مش عايزه كلام، صينين بيع الحو وحتى لقطات المباريات والنجوم والحديث والاحاديث والكلام ده كله، ده خلاص بقى حيز داخل النادي. اكيد في حاجات تانية هتبقى يعني فرش عمل اتعملت هناك في الدوحه هتبقى محل دراسه لاداره النادي لتعاقدات جديده. هناك طموح انه عقد الرعايه النادي الاهلي يصل الى مليار جنيه، ده انك انت وصلت للمستوى. طب عليك ما انت لما يجي الراعي يقول لك انا كنت هدفع لك امبارح 10 لا 10 جنيه دلوقتي خلاص انا في حته تاني كمان. لما تبقى انت مع علاقتك مع الراعي انه هدفه ان هو كمان ينجح، فانت بتزيد نجاحه. لما يتم تنظيم مباراه ولا اثنين مع انديه كبيره، ما ده كله بيصب في اداره الاستثمار، ويصب ايضا على المستوى الفني للتجويد والخبرات طبعا وللبحث عن الافضل. بيحطك في صف وفي طريق انك انت تصنف من الانديه الكبيره الواضحه. خلاص انت في افريقيا الوضع بالنسبه لك بقى واضح، خلاص بدات تسترجع جزئيه فقدت على مدار 6 سنين، انت رجعتها في السنه ديك السبعه وبعد الغياب. محتاج بقى تثبت، هتعاني كتير جدا، هتواجه منافسات شرسه جدا، لازم يبقى عندك التحضير القوي جدا والبدايه القويه من الاول، انك انت تسعى للتصدر المجموعه والحرص ومتابعه الفرق والشغل على يعني عاوز اقول لك كابتن، لا الاهلي مؤهل انه يروح في حته ثانيه بالحفاظ على النظام اللي موجود حالي، بالحفاظ كمان على البحث عن برضه على اللعيبه المميزين وتدعيم صفوف الفريق بشكل او باخر. كل ده بيدي الاهلي بيزيد من القدرات الاستثماريه من قدراته كمان. استاذ محمد يعني عشان نخش على مباراه ان شاء الله المريخ، لكن كمان على مستوى مكاسب النادي الاهلي من هذه البطوله، انك كمان على مستوى الـ 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 الانديه الرانكينج بتاع او تصنيف الانديه، النادي الاهلي دلوقتي ال 136 على مستوى العالم، تتكلم اقرب منافسيه يمكن بعيد قوي لا 36 على 36 على مستوى العالم، فانت بتتكلم على
كمان دوت واضيفت 4 نقاط للنادي الاهلي على مستوى نادي القرن ال21، وبالتالي كمان ده هيتقدم يعني بمستويات اكبر والقاب على مستوى القاري بشكل كبير. رقم واحد طبعا في القاره ب 84 نقطه. ياتي مازيمبي والوداد دي ارقام مهمه جدا، وارقام لابد ان نتوقف يعني امامها، وارقام يعني اللي مش عايز يقتنع بها ما يقتنعش بيها، لان في ناس اصلا يعني مهما عملت لهم من ارقام مستحيل حد يقتنع. مش عايزين نقتنع. هذه ارقام من الاتحاد الدولي لكره القدم، النادي الاهلي ترتيبه 36 على العالم، اقرب نادي مصري ليه 136. اذا الاهلي الفرق بينه وبين اي نادي مصري 100 مركز. فطبعا دي حاجه مختلفه تماما، ده ما جاش من فراغ للنادي الاهلي. النادي الاهلي بعد انجازاته المحليه وانجازاته القاريه ووصوله للعالميه، كل ده بيصب في مصلحته، بلس النقاط الجديده اللي هتضاف للنادي الاهلي. اعتقد النادي الاهلي داخل لما تبقى ضمن افضل 30 نادي في العالم، فدي حاجه عظيمه جدا، حاجه يعني لابد ان يفخر بيها كل من ينتمي لهذا الكيان وكل عاشق لهذا الكيان. كل مصري المفروض يا استاذ. وطبعا طبعا كل مصري طبعا، احنا عندنا يعني نادي موجود، ان كل مصري يبقى موجود، لكن للاسف في بعض النفوس التي يعني لا تقبل هذا، ما اعرفش ليه السبب. يعني انا افخر باي نادي مصري يصل للعالميه، يا ريت كان عندنا نادي مصري ايا كان، حتى مش هنلاقي بقى رقم واحد على مستوى العالم. صحيح. لو ده متاح لنا يعني، فاحنا لما مصر منتخب مصر وصل للتاسع على مستوى العالم. مزبوط. مع الكابتن حسن شحاته كانت هامتنا في السماء، والانظار بدات تتجه اليك، ومدارس كرويه عالميه ومنتخبات عالميه كبيره بدات تفكر فيك وتتكلم عليك. فانت لما هتيجي انت ترتيبك كام، 36 او 33 او 30، اعتقد ده يفتح لك افاق جديده في انك في تعاونات وشراكات مع انديه كبيره جدا، في ناس تيجي تلعب معاك، في ناس تقيمك بشكل قوي بشكل مميز. ده المفروض نشتغل عليه بقى مستقبلا، وتستغل هذا وتعليه وتؤكد عليه بقى ان شاء الله. وبالنسبه للمستقبل القريب نروح لمباراه المريخ، يمكن قول لي بس رايك في المجموعه نفسها، يعني النادي الاهلي سيمبا فيتا كلوب والمريخ، ويمكن هل النهارده فوز او امبارح اعتقد فوز سيمبا على فيتا كلوب يعتبر مفاجاه؟ مفاجاه طبعا، خلاص بدات الفرق تعرف ان السر في الفوز خارج الملعب. الفوز خارج الملعب هو اكتساب الشخصيه، يبقى انت هدفك بطوله. اذا ما فزتش خارج الملعب واعتمدت على مباراة على ارضك فقط، فانت ايه؟ يبقى انت مش هتروح بعيد قوي، هتعاني عشان تصل اول المجموعه او ثاني المجموعه. سيمبا لاحظ تطور، مستوى بيتطور. النهارده في راعي، في فرقه جامده كبيره جدا. السنه اللي فاتت سيمبا اتغلب من فيتا كلوب 5-1. 5 مظبوط. فجايك النهارده المباراه التاليه بعد مباراه المريخ هتبقى مباراه في غايه الصعوبه. ما تنساش ان احنا اخر مباراه لسيمبا اتغلبنا 2-0، ها؟ برضه من اخطاء دفاعيه برضه. يعني ايه الفارق؟ فهتواجه انت تبدا الاول بسم الله الرحمن الرحيم يوم الثلاث كده. يعني كدا. النتيجه دي تصعب شويه مباراه المريخ؟ تصعب مباراه المريخ طبعا. والمريخي جاي ومدربه التونسي نصر الدين النابي هيبقى عنده طموح، هيقول لك فرقه جايه من بره مرهقه مجهده فرحانين. ممكن يكون عندها نشوه الفوز والفرحه. ممكن عندنا فرصة ان احنا نقلب ونعمل مفاجأة في المباراة، وده اللي اعتقد لازم يكون مستر موسيماني اكيد مركز، والجزائريين فاهمين انه البداية مش سهلة، وانه خلاص اللي حصل خلاص انتهى، وخلاص يا جماعة اقفل. هو قفلوا طبعا، قفلوا وخلاص انتهى الموضوع. فمباراة بداية الطموح في الامل انك انت تحافظ على لقبك يبدأ من القاهرة، انك انت تحقق نتيجة مهمة جدا على فريق المريخ السوداني اللي راجع صفقات جديده بشكل جديد وطموح عشان يعيد تاريخ كبير جدا. المريخ على فكره والهلال والكلام ده في تغيير، في محاوله لاعاده هيبه المريخ، اعاده هيبه الكره السودانيه، الكره السودانيه اللي بتضم ذاخره بالنجوم الكبار يعني. فاعتقد انه مباراه مش هتبقى سهله على فريق النادي الاهلي، مباراه محتاجه، المريخ مش هينزل يعني يدافع لا، المريخ هيسعى انه يعمل مفاجاه، يحاول يستغل اي حاجه. لكن اعتقد خبرات موسيماني الافريقيه وقدرته على اخراج اللعيبه من حاله النشوه والتركيز والاعداد النفسي للمباراه ده في غايه المهم. الفوز يوم الثلاثاء على المريخ بيديك دفعه قبل مواجهه سيمبا، لان مواجهه سيمبا هتحتاج تحضير خاص والسفر قبل المباراه بوقت تجهز نفسك، لان هتلعب مباراه هناك مباراه صعبه جدا طبعا. مع فرقه عندها طموح وعنده سبونسر بيجيب وبيدعم، وممكن زاروا مصر، يمكن رئيس النادي او مندوب من النادي باين، وزار النادي الاهلي وزار نادي الزمالك وزار كذا نادي. يعني عاوز اقول لك ايه،
بيقرب، هم عاوزين يعرفوا الناس دي بتوصل لل وتبقى في افريقيا ازاي. فاكيد بطوله افريقيا السنه دي هتبقى بطوله صعبه وهتبقى فيها شد وجذب، مثيره جدا. طبعا اتمنى التحكيم يعني يكون عادل لحد ما يعني، لان غياب الفار عن الادوار، لا ما فيش فار في الادوار الاولى، الفار يظهر ادي برضو دي مشكله برضو. ما هو دي مشكله برضو يعني، المفروض كان يعني زي النهارده انت مثلا نادي الوداد ما رضيش يستقبل فريق كايزرتشي في المغرب. النهارده اعلن اتحاد الكره من ساعات بيقول لك مصر توافق على استضافه. طب واحد خايف، حاجه جميله جدا. حاجه لا حاجه لا حاجه جميله بالنسبه لمصر طبعا، حاجه احنا مصر تستقبل، لكن طبعًا انت التاني خايف عشان خايف يعني. احنا عندنا استعداد نستقبل اي حد، بس انت شوف المبرر يا كابتن هاني، ما هو المبرر برضو محتاج برضو وقفه يعني. هو ما استقبلهوش اتحاد افريقيا، قرر تعالى يا عم على مصر، واتحاد افريقيا ده نفسه ما رضيش يدينا ننظم النهائي ده بالعافيه ننظم. لو لما كانوا الفرقتين من مصر ما كانش هيخليك تنظم نهائي دوري ابطال يعني. ما بيقدرش وقفتك انك انت بتحل له مشكله. لا بس احنا يعني ده موقف يحسب طبعا لاتحاد الكوره ومصر، عشان ده شقيق يعني. هو في موقف صعب، احنا بنحاول نحل ازمه، لان هي السلطات المغربيه اللي رافضه نادي الوداد. طبعا هو يعني مجبر ان هو، لان السلطات المغربيه هي اللي رافضه، وبالتالي نادي الوداد بعت للاتحاد المصري مشكورا. الاتحاد المغربي على فكره، الاتحاد المغربي اسف، بعت الاتحاد المصري بيقول الوداد وضع، بعت للاتحاد المغربي والاتحاد المغربي بعت للاتحاد المصري. عارف انت ما هو ده اللي نفس اللي حصل في كاس الامم، حد لما ما بديش اتنظر احنا اللي خدناه، احنا اللي بنشيل، قادرين الحمد لله احنا بنشيل، احنا اللي بنشيل. صح، الرابط القوي بيننا وبين افريقيا ده ما فيهوش خلاف، والرابط بيننا وبين الاشقاء برضو في افريقيا برضو لا خلاف عليه، لكن برضو ده الكلام ده لابد يتحط فين؟ في الفاتوره كده يتحسب. انا شوف انا بحل لك بشكلك اهو، وانت لما بيحسبوش عندك جد ما بيغيروا وشهم معانا. فاعتقد انه خطوه ماشي، خطوه مهمه، لكن في رغم انه في تحفظ عليها والله مع كامل احترامي، لكن في تحفظ عليها، لكن ده شيء كويس. بطوله هتبقى صعبه، البطوله المنافسه فيها هتبقى لاخر لحظه، مش هتبقى ايه، مش هتبقى المساله سهله، والصعود هيبقى فيه مفاجات. فاعتقد انه ضربه البدايه بتديك راحه على ملعبك، ولو ما كسبش الماتشات على ملعبك تكسب فين يعني. انت لازم تسعى انك انت تكسب على ملعبك، وتحاول تخطف مباراه او اتنين من اللي بره. طب استاذ محمد، رؤيتك لمباراه المريخ، واربط بيها كمان، انا متابع طبعا على صفحتك على الفيسبوك، منتقدي موسيماني رغم النجاحات الكبيره، الراجل من ساعه ما وصل ما خسرش غير مباراه البايرن. برضو تعقيبك سريعا على تقييمك لموسيماني خلال فترته مع النادي الاهلي، ورؤيتك الفنيه لمباراه المريخ. تمام، مباراه المريخ البدايات مهمه جدا، ولابد زي ما زميل العزيز قال، لابد انك تحصل على ثلاث نقاط، لا سيما انك انت، انا شايف المباراه صعبه. صعبه ليه؟ لان مواجهتنا مع الفرق السودانيه اشبه بالديربي، لان القرب بيننا وبين الاشقاء السودانيين، وده على مدار التاريخ دايما مباريات الفرق المطريه والفرق السودانيه بيكون فيها دوافع كبيره جدا 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 يعني، اغلب المباريات بيبقى فيها نوع عالي جدا من الحساسيه، ويبقى فيها عصبيه جدا. طبعا ده حاجه خاصه في كره القدم، لا علاقه لها بعلاقتنا باشقائنا في السودان، لهم كل التقدير والاحترام فقراتنا، لكن في النهايه هم بيبصوا لك انك انت يعني دايما بتنطط وتكسب، بيبقى لازم انا حموت نفسي عشان اعمل نتيجه طيبه قدامك، خاصه دلوقتي عندهم دوافع انه بيلعب ثالث العالم. بالظبط يعني، يعني هو عنده دوافع كبيره جدا وهو بيواجهك يعني، هو عندهم طموح الحقيقه، يمكن في تطور كبير جدا داخل على الكره السودانيه، واستثمارات موجوده عندهم، حاجات كبيره جدا. لكن اعتقد النادي الاهلي يعني جاهز لمثل هذه المباريات، لان النادي الاهلي دايما ما بيقعدش يعيش في الفرحه اللي ممكن تنسيه القادم، بدليل يمكن لما الكابتن محمود الخطيب قعد مع اللعيبه بعد اللي ما خدوا البرونزيه، يعني اتكلم معاهم كتير، لكن جمله لفتت نظري، قال لهم اللي حصل ده تاريخ. صحيح. فخلاص احنا خدنا، اصبحنا معانا برونزيه، انتهت البرونزيه بالنسبه لنا، نفكر في ما هو قادم، لان القادم صعب جدا سواء على مستوى الدوري المحلي او دوري الابطال الافريقي يعني. فمهم جدا التركيز، ويمكن بدايه من النهارده الاهلي منع الكلام داخل مرحله الصمت التامه، ويمكن شفنا على مدار ال 24 ساعه اللي عدوا يعني انفجار في التصريحات، واللعيبه كلها موجوده، طبيعي جدا يطلعوا يتكلموا بعد الانجاز العالمي اللي عملوه. صحيح. صحيح. خلاص ده اتقفل تماما، وكابتن سيد عبد الحفيظ اعلن غرامه 300,000 جنيه على اي لاعب هيطلع يصرح او يظهر في الاعلام، خلاص انتهت القصه تماما. تركيز في هدف قدامك، هدف بتركز فيه، ان شاء الله يكونوا موفقين باذن الله يوم الثلاثاء ان شاء الله. اروح لقصه موسيماني الفاشل، يمكن موسيماني الفاشل، موسيماني فاشل يعني بمقاييس ومعايير ناس اخرين يعني. انا نفسي اي حد
عاقل كده او حد يعني بيقيم مدربين او اي مدربين يحط ما هي المعايير لتقييم اي مدرب؟ ايه المعايير؟ انا من وجهه نظري شايف ان المعيار مثلا يكون بطولات، هل ده معيار؟ النتائج هل ده معيار؟ الانتصار والهزيمه هل ده معيار؟ البعض لا يقبل بهذه المعايير، يعني الاداء والشكل الفني الموجود ليك، انك تلعب مثلا 23 مباراه ما تخسرش منهم ولا مباراه وتخسر مباراه قدام البايرن فيتم هدم المعبد عليك. طب لو موسيماني فاشل يبقى مين اللي ناجح؟ لو موسيماني فاشل يبقى مين اللي خد دوري الابطال ومين اللي خد كاس مصر ومين اللي وصل لكاس عالم الانديه ومين اللي وصل للمركز الثالث في بطوله العالم؟ لو موسيماني فاشل البطولات دي، يعني الواحد بيقول لك ايه، اي حد في النادي الاهلي بيجي ياخد بطولات. طب ما النادي الاهلي بقاله من 2013 ما خدش بطولات، واتعاقب على الاهلي حوالي 5-6 مدربين ومن مدارس مختلفه، منهم المدرسه الانجليزيه ومدارس مختلفه متعدده يعني. فلما جه موسيماني خلاص دلوقتي، فطبعا كلام كتير جدا وكلام غريب جدا، يعني الهوات يعني التقليل من الانجاز، هوات يعني غرس الاحباط في النادي الاهلي، هوات التقليل من مدرب النادي الاهلي، هوات التقليل من قيمه النادي الاهلي، بيحاولوا يقولوا هذا الكلام الغير مقبول يعني. فملخص هذا الكلام، اذا كان مستر بيتو موسيماني فاشل فمن نجح من المدربين في مصر؟ ده سؤال مهم جدا، و يعني انا بتفق معاك، لان في مراحل معينه بيتم تقييم المدرب، في بعض الناس بتقيم على مستوى الاداء بس، في ناس بتقيم على مستوى النتيجه بس، وناس تقول لك لا انا بالنسبه لي البطولات. صعب جدا، او خلينا نتكلم مدربين معدودين على الصوابع في العالم كله هو اللي بيحقق هذه المعادله الصعبه جدا، انك عندك اداء ثابت على طول السيزون بمعدل يفوق 7/10، انك عندك معدل فوز في جميع المباريات بمعدل يفوق 80%، انك يكون عندك حصول على البطولات بشكل مستمر وبشكل كبير لسنوات طويله. تمام، دي يعني اعتقد بتبقى متواجده في 3-4 مدربين في العالم. على مستوى الانديه الموضوع بيختلف، لانك انت بتلعب كل يوم مباراه، بتتكلم على بطوله يمكن انا شايفها من بطوله صعبه جدا، البطوله بتاعت السنه اللي فاتت البطوله الافريقيه صعبه جدا طبعا، جدا من اصعب في التاريخ، اصعب البطولات اللي مر على النادي الاهلي، تلعب مع نفس التقليدي بتاعك بالظبط، لا صعبه جدا طبعا، ده من اغلى الالقاب، ممكن ما تتكررش تاني يعني في النهائي، التاسعه ديت طبعا يعني تاريخيه، ده نقطه من اول السطر على فكره، ده واحده من اهم البطولات في تاريخ النادي الاهلي، في تاريخ النادي الاهلي يعني، مش عايزه كلام صحيح. وللفرقتين طيب، هو الاداء ولا البطوله؟ ما هو ده يعني ده المكلم. طب هو بتشيكو طلع قال محدش يسالني عن الاداء، سألوني المهمة جمع النقاط، خلاص مش ده تصريح رسمي اتقال في المؤتمر، قال كده، حد يقدر يلومه؟ محدش يقدر يلومه، لانه فعلا مسابقه الدوري ها هي مسابقه لجمع النقاط، في الاخر هتتحسب على مين اللي فاز بالمسابقه بالظبط، بطوله افريقيا في المجموعات، هدفك الاساسي ايه؟ تجميع النقاط عشان تصل لدور الثمانيه، بعد دور الثمانيه ماتش وماتش، ده بقى ايه؟ خلاص بقى ما فيش فيها نقاط، لانه ايه؟ خروج المغلوب. فاللي انا عايز اقوله ايه؟ يا اما التحليل يبقى يتقنعني تحليليا وفنيا بمعيار بعيدا ثابت. عن التهجيس بمعيار ثابت، لا بعيد، لا التهجيس والكلام اللي هو ملوش لازمه، البحث عن الترند وكلام، وان انا اسخر من المشهد، وانت شايف انه في الاهلي ما حدش هيرضى يطلع يرد عليك، لانه ما فيش حد عنده وقت يرد على الكلام اللي هو لا يؤخر، ولا حد هيقف عنده، ولا الاهلي هيقف عنده، ولا لعيبه الاهلي هتقف عنده، ولا اداره الاهلي هتقف عنده صحيح. بس جمهور الاهلي شايف وعنده عينين وعنده ودان ومقيم المشهد. هسيبك لما انت ناجح، ما سيبكش، ده لو اتنين جيران واحد ابنه دخل طب وعيال تانيين ما طلعوا وما عرفش دخل فاز، هيقول لك يا راجل دخل طب، يا راجل لا طب ايه ده، في 100,000 طبيب في مصر هيشتغل ايه يعني، في الاخر هيبقى مش عارف، بيقللوا من نجاحك، عارف يعني، لازم اقللك ولازم احبطك ولازم اكسرك ولازم اعمل لك حاله محمود. بص لازم اعمل لك حاله حتى يعني ايه، طب ما انا اركز يا استاذ محمد، لا عامله زي مثال كده، واحد خد الدكتوراه ودخل بعد الدكتوراه بيفكر في الاستاذيه فتعثر شويه في الاستاذيه فاحنا بننتقده انتقاد شديد جدا ونتهمه بالفشل في حين الذي لم يحصل على الاعداديه هو اللي بيقول البتاع بيقيمه ما دام الغريب ما دام المشهد يعني عاوز اقول لك بدل ما تسيب طب هل هو الاهلي من حته ثانيه مثلا يا جماعه البعض استمرأ لنفسه غياب جمهور الاهلي جمهور الاهلي في المدرجات في حاجات كتير في ناس كتير ما شافتهاش مظبوط جمهور الاهلي متفق معاك جماهير النادي الاهلي وانه الاهلي وانه الاهلي برضه طبعا يمتلك سياسه برضه هي برضه مش هم مش واخدين بالهم منها برضه انه الاهلي ما عندوش حد بيطلع يخرج عن النص ويتطاول ويجرى عشان تعمل حسابه وتخاف مش هيعملوا كده ومش هيروح للحته دي لو حصل ايه لو خسر كل البطولات مش هيروح للمكان ده
الاهلي يتقبل نقدك وتجريحك طول انك انت ما تنالش بالصوره وتستمرئ بالصوره بالمشهد اللي خلى الوضع مش هو ده، مش دي الكوره يا عم. قول لنا نطور الكوره المصريه ازاي يعني، ادينا حل ورقه قد كده لو سمحت، منك دورت الكوره ورحت يعني رحت المسافه كسرت بيها الدنيا وخدت كاس مصر ودوري وافريقيا ورحت كاس عالم دي، يا ريت تيجي تقول لنا كاي مدرب يجي يتكلم عن موسيماني يجي يقول والله اصله انا احسن من موسيماني لان انا عملت واحد واثنين وثلاثه واربعه وخمسه. موسيماني ما عندوش فكره، ما خدش سان داونز يعني نهار ابيض، ما خدش سان داونز 2016 وراح كاس العالم برده مع سان داونز ورجعت الايام ورعب اهو يا عم في كاس العالم مره ثانيه وعمل نتائج وخد دور يعني عاوز اقول لو قعد الاهلي يا استاذ محمد يبص على الكلام ده لا وانت كشخص النادي عندنا بص على الكلام ده وطب قيمه وقفت فيه كده وخليته يعطلك احنا ممكن خلي بالك احنا ممكن احنا في الاستوديو التحليلي اصل ينزل محمد شريف اصل كهرب يعني كل ده وارد وكل ده منطقي وجماهير النادي ليها حق تقول مثلا كان انتقد يا كابتن وارد احنا عايزين على فكره عايز اكد على حاجه يا كابتن ده شيء ايجابي ان بص ان موسيماني مش ملاك في التدريب له اخطاء طبعا وفي اخطاء في التشكيل وفي اخطاء في حاجات لكن في النهايه موسيماني المحصله النهائيه بيحقق الهدف مظبوط كل الاهداف التي وضعت او الاختبارات التي وضع فيها موسيماني نجح في تحقيقها بعد ذلك. هتقول لي اصل الاداء اصل التشكيل اصل ما بيلعبش اصل الشخصيه اصل مش عارف ايه ماليت انا كل الكلام ده ما يقنعنيش يا استاذ محمد يا كابتن بالرغم ان هو كل ده بيتواجد على فترات يعني حضرتك بتتكلم على تشكيل ممكن يكون في لخبطه في تشكيل في مباراه لكن المباراه بتعدي بشكل كويس نتكلم على شخصيه النادي الاهلي شخصيه النادي الاهلي دايما متواجده حتى في المباراه انت برضه بتحمل موسيماني حاجه يا كابتن يعني حتى المباريات مثلا البنك الاهلي او دجله اللي بنتكلم عليها في اخطاء شويه في التشكيل لكن هتلاقي النادي الاهلي مستحوذ 80 دقيقه على انت بتحمل حاجه يا كابتن يعني الشكل العام مقبول يعني انت بتحمل موسيماني برضه حاجه وموسيماني قاعد بره فرقه مضيعه مثلا 12 هدف 12 فرصه على الاقل 10 فرص في احدى المباريات مباراه سيراميكا 10 فرص وفي الاخر يعني انت جبت هدفين او في المباراه اكتفيت بيهم لكن انت ضيعت طب هو موسيماني مسؤول طب هيعملوا ايه تاني ما انا اديتك فرصه تجيب جول في توفيق عدم توفيق انا عاوز اقول ايه انه حتى الان الاهلاويه اللي هم الكويره يعني صح لسه يعني رغم كل النتائج اللي عاملينها دي لكن لسه منتظرين الاكتر من موسيماني ونفسهم يشوفوا الكرة الشاملة اللي هو كان بيلعبها مع سان داونز الكرة الهجومية القوية بدنيا التحرك من غير كرة كل ده منتظرينه لكن البعض مش ملاحظ انه راجل بدأ من وجهة نظري كان اللي انا شفته يعني ما بداش فترة اعداد جاي على طول في المفرمة يدخل على طول كل شوية تطلع لك مباراة عاوز اشتغل بتديني مفيش وقت لكن انا بطالبه بحاجة واحدة بقول له انا عايز اشوف تشكيل ثابت للأهلي تشكيل ثابت التبديل والتغيير الكثير مش في الظروف دي لا يعني لازم تشكيل ثابت وخط هجوم واضح عشان الناس تحفظ بعضيها وتحفظ تحركاتها تمام. ده اعتقد اتمنى ان هو يدخل واكيد اتمنى يكون في حساباته اتمنى ان شاء الله يوفق ان شاء الله في البدايه ان شاء الله ان شاء الله بدايه من يوم الثلاث ان شاء الله بدايه العشرة اهلي ان شاء الله يوم الثلاث مباراه اكيد مباراه صعبه مش سهله لكن احنا كلنا ثقه في لاعبتنا ومدربنا وادارتنا ان شاء الله تكون مباراه تليق باسم النادي الاهلي ثالث العالم في نهايه الفقره الحواريه بنشكر طبعا الاستاذ محمود صبري نورتنا وشرفتنا استاذ محمد القوسي نورتنا وشرفتنا شكرا يا كابتن شكرا ليكم وان شاء الله ان شاء الله في يعني لقاءات جايه وبطولات جايه ان شاء الله للنادي الاهلي ده كانت نهايه فقرتنا الاولى في البيت الكبير بعد الفاصل ان شاء الله الكابتن الكبير احمد نجي